سألت جارتنا أم بهية جوزها العامل في البلدية: ما تقول لي يا لفندي يا جوزي معنى الكلام الأراجوزي اللي قاله في التلفزيون، دي رمقطية دي برقطية، كلمة ما تيجي في يوم على بال واحلف دي شيت ما يا عبد العال. أم قال لها السيد جوزها وهي بتمط في بوزها: ما تبطلوا جهلي يا جدعان، ديمقراطية يا بهية، ما تفهمي بقى يا ولية، ديمقراطية ديمقراطي، خصمي الكباب عند الحاتي وتعشي على كيلو حراتي وانا بوس في قرطاس طعمية، ديمقراطية ومقرية في صحف جرايد مطوية بتقول نعم بكرة وبعده والحد 2000 سنة جاية، ديمقراطية دي لعبتنا عملوها جدعان حتتنا عشان ما تحلو صورتنا ويصدقوا ان عيشتنا عايمة في بحور العسلية، ديمقراطية نبلعها وساعات كتير نلوي دراعها. ايوه عشان انا يعني تبقى مشترك معايا في انا مشترك معاك في الجريمه كلها. بعدين ديمقراطيا دلعها وساعات كتير نلوي دراعها وانا مستعد ارجعها بس اشتري يوم عيد ايه، ديمقراطيه ديمقراطرت وكلام كتير وبقى مراطرت والكل مبسوط ومزقطط ببربطوزه اللي منقط من كدبه بقى ماشي سقط على باب حارتنا المنسيه، ديمقراطيه اتكلم قول تحيا البقل ويعيش الفول رزق المدهول على المسطول والعيشه حلوه مسلية، ديمقراطية ومش هي بس الشبه 10%، 9 عشان العالمية وواحد ليمون بالملوخية، ما تسكتي بقى يا ولية في ده يا روحي انت وهي، دي عشان تفوت الدورية يموت غفير 20%، وعيش خروف من غير ليا واموت قتيل وماليش دية وتعيش جناب الديمو لو